مع حلوى مشهورة جدا في المطبخ الهندي، ولما بنروح على المطاعم الهندية هنا اللي موجودة عندنا في مصر في كل المحافظات بنلاقيهم مشهورين بيها، بيقدمها لك دايما بعد الأكلة الشهية إذا كانت بالكاري، وخاصة إذا كان الرز البرياني بتاعهم أو اللحم بالكاري في الفخارة اللطيفة الحلوة. لا ننكر طبعا المطبخ الهندي له أكلات مشهورة وسبايسي، وعارفين الطعم الكاري مسيطر على المطبخ الهندي شوية. أنا هعمل النهاردة حلوة الجزر بتركاتها وجايبها من الهند. مقاديرها على الشاشة. جزر، عسل، جنزبيل، مستكة، حبهان. جزر، عسل، مستكة، حبهان. والجنزبيل الطازة. ولكن عايز أتكلم عن حاجة. مش هو ده الجزر اللي أنا هعمل بيه حلوة الجزر، المفروض. في جزر اللي إحنا عارفينه بتاع الريف والصعيد الجميل الحلو بيوجه له تحية كبيرة من مزبيرو. الجزر البلدي اللي هو بيبقى العرش بتاعه أخضر كده وأحمر منه، بيبقى لون كده بنجر أو لون دم الغزال، لون البنجر بيبقى لطيف وجميل، منه أشكال طبعا وحلو. هو دي اللي المفروض يتعمل حلوة الجزر، فاحنا هنستبدله طبعا بالجزر اللي موجود معانا المتوفر حاليا دلوقتي. ولكن إذا موجود الجزر اللي أنا بتكلم عنه هيبقى أفضل بكتير، وهو ده الصح، دي اللي معروف عنهم في الهند. هنبدأ نعملها مع بعض بطريقتنا دلوقتي سريعا. مقاديرها جزر، جنزبيل تاني، مستكة، حبان، واحنا مع بعض كده، وفي الاخر بتحط لها العسل وعصره ليمون. عيب الحلو ده ان هو لازم يقعد على النار يتدمس لمده 5 ساعات اقل حاجه. يعني لازم تقعد على النار لمده 5 ساعات اقل حاجه. وتقعد على نار هاديه جدا لغايه لما الجزر ده يحل زي المربى كده من غير اي سوائل. فايده الحلوى دي ان هي قيمتها الغذائيه عاليه جدا، كمان في الشتاء بتيجي نحط مع بعض فص مستكه. وانا شغال شفت الاساتذه المصورين حبايبي في الاستاذ واخدين على الشيف المغازي، قالوا فص مستكه كده زي الفل. ناخد الجزر بتاعنا ينزل هنا كده نار شديده بالشكل ده كده، حلو قوي. جزر يتبشر بالمبشره، بالعين الخشنه بتاعه المبشره، ما ينفعش العين الناعمة علشان أنا عايز الجزر ده تبان تفاصيله في الحلوة. أنا بعمل إيه دلوقتي؟ ببشر الجنزبيل، عشان كده أنا بدأت بحلوة الجزر. في العادة الحلو ده بنعمله طبعا أو أي نوع حلو بنعمله بعد ما بنعمل الأكل بتاعنا، عشان دي عايزة نار كتير وتاخد وقت كتير، مش أقل من 5 ساعات على نار هادية. ولكن زي ما عملت أنا من شوية، الأول خالص تكون نار شديدة عشان الجزر كده والمستكة الاتنين مع بعض. جنزبيل بشر كويس كده اهو، جنزبيل مفيد جدا، الفريش الطازه ده موجود في اي محلات الفاكهه بتاع الخضار في السوبر ماركت موجود، وبتلاته تعريفه مش غالي ولا حاجه، عشان ما حدش يقول لك يا شيف مش لاقيينه. ده مفيد في ايام الشتاء مع القرفه الناعمه، مشروب تدخليه في الشوربه، تدخليه في الاطباق بتاعتك، اطباق اللحوم، اطباق الفراخ. حلو الكلام. شايفين الجنزبيل ده كده اهو. الجزر بدأ يهدى اهوت، بدأ يخس شوية. بنجيب معلقة طبعا، معلقة خشبية ما نعديش عليها لا بصل ولا توم كالعادة، ونقلب كده اهو اهو. شايفين الجو ده؟ ونسيبها من غير مية خالص على نار هادية. مستكة، جزر، جنزبيل، ونسيب ده على النار كده، وتعالوا نشوفوا اللي بعده. في الآخر طبعا بنحط العسل، وقت ما نيجي نحفظها برطمانات بقى ونفطر بقى الصبح كده تبقى لطيفة وحلو. حاضر عينيا بالشكل ده كده، واسيبها كده يا عم الشيف، اغطيها من غير اي سوائل. العسل ينزل دلوقتي؟ لا، معانا غطا كده وناخد على نار هادية عشان نستخدم النار الشديدة زي الفل. تمام، وادي الغطا بتاعنا وخلاها هنا. حلو. من الحاجات بقى اللي لازم احنا نفهمها، الحبهان لما نيجي نستخدمه في الحلوى دي بالذات في نوعين من الحبهان، النوع الاخضر الفاتح والنوع الغامق. يفضل انك تشتري طبعا النوع الاخضر الفاتح، بيبقى لطيف وحلو والتست بتاعه عالي جدا، ده بينطحن ناعم. عينيا الحاجات اللي بقولها ديت دي اسرار عمل حلاوه الجزر. لازم الحبهان ينطحن ناعم علشان ما يبانش في الجزر ويعمل لنا مشاكل المرار، وربنا يكفينا شر المرار. بينطحن الحبهان وبنحطه على حلاوه الجزر ونسيبه كده مع الايه؟ مع الجزر على النار يتدمس. الشويه دول حلوين قوي زي الفل. لازم طعم الحبهان يبان في حلاوه الجزر زي القهوه العربي كده اللي احنا بنشربها في السعوديه. هنطلع فاصل صغير
بعد الفاصل هنشوف أكلة مشهورة جدا في المطبخ الروسي اسمها استرجانوف بالمشروب، دي مشهورة ببعض المطاعم كل واحد بيعملها بطريقته، كريمة من غير كريمة. تعالوا نشوف أسرارها بعد الفاصل أو هتروحوا بعيد. نيجي لحلاوة الجزر اللي المخرج بيسألنا عنها راحت فين. خلاص خلصت. أنا عايز حضراتكم تشوفوها إخراجيا في الآخر. فين المية؟ ما فيهاش مية، أنا مش حاطط مية خالص. الجزر أهو اتيبس اتدمس، كلمة تدميس جاية من الفول لما يتدمس. هنا حلاوة الجزر اتدمست اهيت من غير أي سوائل، فيها طعم المستكة، فيها طعم الحبهان أهو. عينيا هنحط العسل عليها يا عم الشيف بالشكل ده كده أهو. اللهم صل على النبي. نعم، أي نوع عسل، وأرخص أنواع العسل عندنا في مصر، ولكن أغلى أنواع العسل قيمة غذائية عالية جدا. عسل زهرة البرسيم خير أرضنا أهو، موجود في الريف المصري والصعيد المصري، اللي بوجه له تحية كبيرة من مزبيرو. زهرة البرسيم يا عم الشيف في متناول الجميع. وعملنا حلاوة جزر لطيفة، ناخد الجزر ده كده بعد ما لمه بالعسل زهرة البرسيم ده كده، واللي ياخد معلقة من الحلاوة دي هيدعي لي أهو. يا سلام لو فطرت بيها الصبح جوزك كده قبل ما ينزل على الشغل أهو، طول النهار هيتدوا فاكرك. نعم، لا دي ما تاخدش أي مكسرات خالص، لو حابين نحط لها للأمانة يعني شوية لوز، شوية صنوبر، دي طبعًا تبرد بنحط معاها الأيس كريم. دي تقدمها مع الأيس كريم كده تبقى لطيفة وجميلة. أو في المطبخ الهندي بيقدموها سخنة مع الأيس كريم، بس أنا دلوقتي لو حطيت الأيس كريم دلوقتي على الهواء هيصيح مني، خلوا بالكم. الأيس كريم معانا هو زي الفل، والمعلقة بتاعته أهيت. تمام. حلو الكلام؟ كده فهمنا التفاصيل ديت.